السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في محطة توايس. نشكر هاي كلاودز في فيديو الأخوات ماجس على مخترعه لهذا الفيديو، وأهلا بكم في سلسلة فاينل فانتسي 14 لور، والتي تتحدث عن الإيحاءات الموجودة في فاينل فانتسي 14. العاشق لهذه السلسلة القديرة راح يعرف أن كثير من المعاني الموجودة هي آتية من ألعاب فاينل فانتسي أخرى، واليوم راح نتكلم عن شخصية رائعة، الشخصية القديرة، الشخصية التي بنظري هي أفضل شخصية شريرة في عالم فاينل فانتسي وإن لم يكن عالم الار بي جي كله، كيفكا بالازو، ويعد بؤرة الشر بحد ذاتها لأنه لا يكترث لأي شيء سوى الدمار. ظهر لأول مرة في فاينل فانتسي 6 والتي نزلت عام 1994 على سوبر نينتندو، وتعد من أفضل ألعاب الار بي جي التي نزلت حتى الآن. الاسم كيفكا بالازو مستوحى بالأغلب من الكاتب الشهير فرانس كافكا، المعروف في كتابة قصص صغيرة مليئة بالسوداوية واليأس. بالنسبة لكلمة بالازو فهي إيطالية وتعني قصر، من ممكن بعد ترجمة بازو للجنون، فممكن أن نترجم الاسم الكامل بكيفكا قصر الجنون، والتي فعلا ينفع عليه. قصة كيفكا تبدأ عندما جرى عليه أول اختبار تجريبي لجعله فارس السحر، وتم الاختبار بالفشل وتحطيم جزء كبير من عقله، وأصبح بعدها الشرير المتعرف عليه. بالمقابل أصبح لديه قوة سحرية عجيبة، وهذا ما جعله الإمبراطور يثق فيه. ومن هنا أصبح الهم الوحيد لكيفكا هو جلب أي قوة سحرية جديدة من أسبرز مثل راما، شيفا، إفريت وغيرهم. من قوة الجنون اللي في كيفكا، خلال أحداث فاينل فانتسي 6 كيفكا دمر العالم بأكمله وبنى برج خاص يتواجد فيه أعلاه، وهناك تباريه في القتال النهائي لفاينل فانتسي 6. وش ممكن تقولون سبب دمار العالم؟ يبي قوة؟ يبي فلوس؟ طمع؟ يمكن يبي يحكم العالم؟ لا أبدا، فقط لأنه كان ملان ويبي يلهي نفسه. في فاينل فانتسي 17 يظهر كيفكا في إضافة ستورم بلود في الريد سيجما سكيب V4.0، ومن أمتع القتالات اللي حصلت في هذه الإضافة. يستعمل مقولاتها الشهيرة من فاينل فانتسي 6، حركاتها أغلبها مزيفة وماكرة. من أشهر الأجزاء اللي طلع فيها كيفكا كشخصية رئيسية هي سلسلة فاينل فانتسي ديسيديا، ويمكنك اللعب فيه واكتشاف الكثير من حركاته وشخصيته. غيرها ظهر في فاينل فانتسي بريف إكزيفس لعبة الجاتشا على أجهزة محمولة، وبعد ظهر في فاينل فانتسي تاكتكس إس. شخصية كيفكا كانت في زمان صدورها عنوان كبير للشر، ومنها وضعت جذور لكيفية صنع شخصية شريرة فعلا، ولا يشتمل أن يكون لها هدف محدد أو حتى ماضي يدفعه لهذا الشر. وأنا أتمنى أن يكون لكيفكا رجعة لفاينل فانتسي 14 أو نشوفه أكثر في المستقبل القريب. إن شاء الله كانت حلقة ممتعة، وإذا عندكم مقترحات عن الحلقة الجاية أتمنى تكتبونها في التعليقات. ونراكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.